برضو نناقش حنا وياكم الجديد. تستمر دائما شبكة المجد، ومما تميزت به شبكة المجد بأنها تصنع نماذج شخصيات مميزة وتحب تستثمرها، لذلك استثمرت الشخصيات التي صنعتها عبر مختلف البرامج. واليوم لدينا شخصية مميزة قدمت نفسها عبر برنامج سهم في سهم، وفي هذه الأيام حاضر معنا لكن في برنامج آخر، هو العم سهيمان. يقدم برنامج جديد انطلق يوم الخميس الماضي، وهو برنامج هو هذه الفقرة تبع برنامج النشبة. طبعا نشبة فايز هو شخصية تحاول دائما إغواء الفريق اللي يكون معهم، ويحاول دائما كذلك يصنع لهم الحفر لخسارة المسابقات وكذلك التحديات. يعني صراحة نشبة يعني مرة ما في تعريف ثاني لها. والله أنا أشوف إن إذا سهيمان اعتذر أنا أقول للشباب أنا مستعد، أحب الشغلات هذه، أحب أخرب على الناس. خلاص خلينا نشوف جزء من الحلقة الأولى ونرجع لكم ونشوف النشبة ونرجع. وين راح ذا الشايب؟ أنا جالس هنا لوحدي يا جماعة، تعالوا ساعدوني، أنا لازم أشوف لي طريقة ولا خطة أطلع من هذا المكان. هذا الشايب ظالم، الشايب ذا دائما يظلمني. وين راح يا عم سهيمان؟ يقصدني؟ أنا ظالم؟ أنا ظالم؟ أنا الناس تتكلم في كلامي، تتكلم في اسمي، أنا ظالم؟ أنا ظالم؟ تتوقعني أنا ظالم؟ ما قد ضربت ناس من قبله يقول إني ظالم، لكن علاجي عندي، الناس ما يدرون عنه. يا جدي يا نشبة. يا جدي وش عندك تصارخ؟ وهذه يعني نموذج من الحلقة الأولى، واليوم كذلك موعودين بالحلقة الثانية. ولكن قبل ما تيجي الحلقة الثانية وقبل لا نختم أصلاً من هذه الحلقة، نبي نشوف سهيمان، عم سهيمان معنا على التليفون. عم سهيمان يا مرحبا، يا هلا يا هلا. يا مرحبا يا عم سهيمان، كيف حالكم؟ الله يعافيك ويسلمك، والله ما شاء الله انت النجم وانت الانسان اللي فوق القمر. يا بعد راسي يا عم سهيمان، دائما اطلالتك في اي برنامج تتواجد فيه تكون جميله ومختلفه. وش الاختلاف في هذا البرنامج؟ دبيه اقول وش الاختلاف الجديد في هذا البرنامج؟ مشاركتك في بعد عمرك هذا برنامج تنافسي واقعي شبه واقعي، وتنافس بين فريقين، كل فريق من 5 رياجل. ايوه رجال، كل واحد عنده الزول. طيب دورك ايوه يا عم سهيمان. نعم. دورك في البرنامج برنامج ممتاز، لكن اللي يعيبه شيء واحد. ايوه عطنا اللي يعيبه. يقول لك النشبة. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. نعم انت طيب ليش ما تخفف من هالنشبة يا عم سهيمان؟ اني عشان كذا جبت فريقين عشان استكمل النشبة، ارمي النشبة عليهم. عم سهيمان، على طاري النشبة، عامر الكعبي انتم تعاونتم قبل في فضائي، هل هذا التعاون القديم او السابق بينكم ساعدكم انكم تخلقون ثنائية كويسة يعني هالموسم او في هالبرنامج؟ اول شيء الله يسعد مساءكم جميعا استاذ المجيد فايز، ولي الشرف الظهور معاكم في البرنامج. حياك الله استمتع. الله يرضى عليك. عامر كابي ممثل مبدع جدا، انا طلعت معه مع اكثر من برنامج، اخر برنامج كان فضائي. كان فيه تناغم بينه وبينه، لان الرجل موهوب، يعني يدخل مع اي شخص يكون معاه يؤدي الثانويه معاه، يعني رجل مبدع في الدراما بشكل عام. البرنامج قائم على النشبة، هو عنصر أساسي في البرنامج، لابد وجوده ولا بد أن يكون ناشب الفريق اللي راح يخسر. هذه فكرة البرنامج، يحاول أن يأخذهم للمسار الخاطئ اللي ممكن يوصل الفريق للخروج من البرنامج.
طيب عم سهيمان، الى الان في تساؤلات اشوفها في الهاشتاج حول برنامج النشبه، كيف ممكن تبسط الفكره لهم؟ احنا شرحنا اول برنامج اللي هو البارح، واليوم ان شاء الله قبل البارح عذرا يوم الخميس، واليوم عندنا برنامج ان شاء الله راح نوضح للجمهور برنامج جديد وفيه شويه مو تعقيد، ممكن سوء شرح مني انا كعم سليمان او تداخل بعض الافكار على 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 الجمهور، بس اليوم ان شاء الله راح نوضح كل الفكره بشكل عام. جميل جميل. طيب تقييمك لاداء الشباب اللي معاك يا عم سليمان اللي في طلعت في اول حلقه، يعني مبدئيا ابي تقييمك انت انت ما انت محايد، ولكن خلينا نسمع رايك لكن بحياديه. الله يسعدك. اول شيء الشباب صراحه ما اقدر اقيمهم من اول من اول برنامج، لكن اللي ظاهر امامي ما شاء الله والله مستحيل، يعني كحماس وكاندماجهم مع بعض كفريق وكاشخاص وكصيحاتهم وافكارهم ومساعدتهم لبعض، ان شاء الله نقول الخير يا رب. استاذ متعب وعم سهيمان، خلني اقول لك الجمهور موعود بشيء مميز خلال الايام الجايه باذن الله، يترقبونا. يعني هذا اعلان حصري؟ نعم نعم، واليوم ان شاء الله باذن الله راح يكون بيكمل الفريق الاخر الفريق وناسه بالشخص الخامس اليوم باذن الله راح يكمل. ممتاز. طيب استاذ متعب، هل ترى، يعني خلني بطلع شوي من، انا باخذ الزاويه خليني اقول الحاده شوي، معروف عنك الزوايا. لا لا، يعني خلينا ناخذ راي جزء من الجمهور، هل تكرار شخصيه سهيمان من التكرار الممل ولا الاستثمار اللي دائما نسمعه في شبكه المجلس، استثمار شخصيات، استثمار الشباب، استثمار بعض الخبرات؟ امانه لله انا ما كان ودي اكرر الشخصيه نفسها، لكن يوم شافوها نجحت ووصلت رقم معين فقالوا حرام لابد نستثمر الشخصية هذه، يوم أنها نجحت لابد نكمل مسيرتها، ولا أنا كشخصيا ما كنت حاب أني أكمل بهالشخصية. يعني أجبرت على الاستمرار؟ ها؟ ها أستاذ عم سليمان، أجبرت على الاستمرار؟ أفهم من كلامك؟ شبيه؟ أقول أجبرت على الاستمرار بهذه الشخصية يعني؟ لا 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 ما أجبرت، لكن يوم كلموني ووصلوا المعلومة لي أن النجاح خلينا نستثمر نجاحها وكقوتها ككاركتر وبالمناسبة ترى انا من الجمهور عم سهيمان يا متعب، وفعلا شخصية جميلة ونجحت نجاح جميل، لذلك استمرارها على الشاشة بلا ادنى شك انها من الاستثمار الجيد. بالفعل، وكذلك انا ازيد على كلام فايز، انا ازيد على كلام فايز انه شخصية حققت نجاح خلال برنامج سهم، وكان في تفاعل كبير جدا من الجمهور، يعني كانت جميلة شخصية، بس انا صراحة كان بيني وبينها وقفة خاطر يعني اي بعدين اقول لك ابد في القناه تقابل ان شاء الله، هو عطني في خاطرك. لا ابد، لا والله صراحه من الشخصيات المميزه والجميله واللي كان حضورها جميل على الشاشه وكسبت كذلك محبه الجمهور، ومن قدك يعني او من قدكم في هالفريق كذلك اللي بنى هالشخصيه وقام على وجودها، وانت كذلك جهودك استاذ متعب في وجودها وكذلك تنفيذها بشكل مميز جدا وقربك كذلك من الجمهور، فهذا اكيد انه يعني نجاح وانجاز كبير. طيب يسعدك ربي، هذا موجود الله يحفظكم. عم سهيمان نبيك ترجع الحين متعب، خل متعب ونبيك ترجع الكاركتر عم سهيمان، ونبيك تسولف مع الجمهور وتوعدهم باشياء جميله قادمه في برنامج النشبه. جو هيد. انا اقول يبشرون بالعلم الزين والعلم الغانم، احنا ما عندنا الا العلم الزين، العلم ما هو زين ما نبغاه نخليه على جنب، ناخذ الزين نبشر بالاشياء الجديده والمقالب والمسابقات اللي فيها كيمياء يبشرون بها. حي ذا العين والله يا عم سهيمان، ابشر حي نباك على عمرك. شكرا للاستاذ متعب العرجاني، شخصيه العم سهيمان، كنت معنا عبر الهاتف وكان في حصريات وكلام جميل عن شخصيه العم سهيمان وكذلك برنامج النشبه.